كمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما دام أنت تواضعت لله فسيرفعك الله. الشيخ من حق التلميذ على الشيخ إنه الشيخ يزوره، يا أخي زوره مرة في العمر، وين التواضع؟ قال لا، إذا بدك تحافظ على هيبتك لا ترد على تلفون ولا تزور تلميذ، وذله إذا بتسمح له يزورك، ذله ذله، هذا التواضع. هيك الدين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزار وليس على بيته حاجب، شو حضرتك؟ كيف بدي احافظ على هيبتي؟ بدي اذلك قبل ما تدخل داري، بدي اذلك قبل ما ارد على التلفون. هذا التواضع، هذا التواضع. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد شفته في أحد الأماكن، أحد المعارض الكتب، وهو ماشي حاطل اثنين قال يبعدوا الناس عنه، زي هذول بتاعين النوادي الليلية ولا بصريش، قال حاطل اثنين يبعد الناس عنه ماشي. الله أكبر يا رجل. إذا شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الحج جاءه رجل قائم على الطلبة في باكستان، طلبة علم الحديث، وكانوا في الحج، أو قدعاه إلى باكستان. المهم ضمن قصة طويلة الشيخ اعتذر، قال يا شيخ لما اعتذرت؟ فلم يجب حتى صمموا عليه. قال: كيف يكون قلب الألباني إذا جلس أمامه الألوف؟ يعني هم دعوه قالوا يا شيخ في ألوف بيستنوك. قال: آجي أنا أتكلم أمام الألوف، كيف سيكون حال قلب الألباني؟ خشي على نفسي إيه؟ الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.